السلام عليكم، حياكم الله شباب. معكم أخوكم فريد. تيتوريال صغير وسريع على الموشن تراكينج في بلندر، بعض الأشياء اللي يمكن شباب تساعدهم اللي ما بيعرفوا التراكينج، الموشن تراكينج بهذا البرنامج الجميل اللي هو بلندر. طيب، تستطيع تستعمل الموشن تراكينج، بيستعمل نيوك، بيستعمل يعني برامج أخرى سهلة وغالية كذلك. نريد نستعمل بلندر. بلندر يعني لو كنت يعني تعرف كيف تستعمل الموشن التراكينج بتاعه حيعطيك نتيجة جميلة وتكفيك للغرض اللي نحن نحتاجه ك يعني لأعمال صغيرة وسهلة. طيب، نبدأ أول شيء تذهب إلى الموشن تراكينج هنا وتأخذ الفيديو بتاعك الـ VFX موشن تراكينج، ثم تختار الفيديو بتاعك. أنا هختار واحد من الفيديوهات. هنا نشوف نعم تشاينا، هنا نشوف نعم هذا الفيديو. أول شيء لأن الكولور سبيس غير صحيح، لازم نغيره إلى المات بينت أو شيء متقبل رول مات بينت أو sRGB تكستير اللي موجود هنا. وش اسمه utility sRGB linear sRGB. لا هذا التكستير sRGB، هذا utility sRGB تكستير يعطيك هذا أو رول مات بين. أسهل رول مات بين لأن تضغط على الأم يعطيك مباشرة. طيب، أول شيء تريد أن تريد يعني بيعطيك نتيجة جميلة وقوية جدا، استعمل المانيوال تراكينج يعني باليد، ليس بالاعتماد على الديتكت فيوتشر. سأريكم يعني الديتكت فيوتشر سهل جدا، بس أظن أن التراكينج باليد يعني هو اللي شوية لخبطة. بس على كل حال الوقت اللي حنت تعديه في الاستعمال يعني التراكينج باليد حيوفرك الوقت اللي انت حت يعني استغرقه بعندما تستعمل ديتكت فيتشل اوتوماتيك سولف الكلينينج. يعني نفس الشيء، يعني يا نضيع وقتنا في الكلينينج وإلا في التراكينج باليد. طيب، بالأيدي تضغط بالكنترول كي ويعطيك هذا السيستم بالبوينت اوف انترس، والالت اس يعطيك الريجن اللي تستطيع ان صغرها تكبرها، وثم بعدين هذا الريجن هذا تستطيع ان يعني تغير جهته او سكيو سكيلينج ولا داشه. تستطيع ان الاثنين باستعمال اس تعمل تكبروا من الاثنين في نفس الوقت. الريجن اوف انترس مهمه جدا، يعني هي يخليك هو يحسب لك او يبحث على الباترن هذا في ضمن هذا. عندما يكون كبير فيحتاج الى وقت اكثر، فلا بد ان يعني تصيب يعني السكيل الصحيح للتراكينج بتاعك حتى لا يستغرق وقت كثير. طيب، اول شيء احنا لا نريد ان بيلتن، نحتاج شيء يعني فيه شويه بعض الكونتراست حتى نستطيع. الحكايه في التراكينج انك لازم تكون عندك نقاط هنا في الامام، نقاط في الوسط، ونقاط في البعيد حتى يستطيع ان يعمل سولف للكاميرا، خاصه اذا كانت الكاميرا عندها موفمنت. يعني بس اول شيء يعني لازم تعمل ست سين فريم حتى يعطيني الفريم الموجودين في الاوت بوت نفس الفريم اللي عندي هنا، يخلي الفريم ستارت فريم اند فريم نفس الشيء، وكذلك الريزولوشن. يعني خذ بالك احنا عندنا ايمج سيكونس ما احتاج الفريم ريت، يعني مش مهم هنا في هذا الحكايه، لان هو ايمج سيكونس عباره عن صور يعني. طيب، الباتن سايز هو هو الـ عندما تغير في السكيل هو اللي يعطيك الباتن سايز والتشيرش سايز. يعني الباتن سايز هو الريجن اوف انترست، والتشيرش سايز هو اللي حدث عليها انا انها هي هذه. فهمت كيف؟ طيب، هناك موشن موديل، لوكيشن، افاين، بيرسبكتيف. في غالب الاحيان يعني
تستعمل لوكيشن في غالب الأحيان تستعمل بيرسبكتيف أو أفاين. الفرق ما بينهما يعني الأفاين عندما تكون شيء يعني غير يعمل شيء من الستريتشنج فتحتاج إلى الأفاين, بس خلينا نستعمل لوكيشن ثم البيرسبكتيف الأفاين وأوريكم كيف تغيروه عندما تكون عندكم يعني ما يعطيك نتيجة مثلا باختيار مثلا البيرسبكتيف. إذا ما أعطاكش نتيجة تستطيع أن تغيره إلى الأفاين بدون أن تعيد يعني من الوهلة الأولى, فمباشرة يعني تنطلق يعني تستمر في التراكينج بتغيير الموشن موديل هذا. بس مش هنا, نغير في مكان آخر سأريكم إياه. طيب النورماليز هو عبارة عن عندما يتغير الضوء, يعني يكون التراكينج بوينت يكون في الظلام ثم يدخل إلى الضوء. فأنت تقول له في النورماليز بتقول له أنه نفس التراكينج, فلا يعتمد على التغيير الإضاءة بتاعه, يعني خليه يكمل التراكينج. فهمت كيف؟ الار جي بي تستطيع أن يعني تختار واحد منهما. لا ترى شيء هنا لأن لازم تذهب إلى لو عملت تراكينج تذهب إلى التراك سترى نافذة أخرى هي اللي مسؤولة عن صراحة الآن نشوف مهمة جدا أن تفتحها وتخليها مفتوحة هنا, لأن بعض الأشياء راح نغيرها هنا عندما تكون هذا النافذة عندها علاقة مع التراكينج اللي انت عملت له سيليكشن. وهذا التغييرات اللي تعملها هنا هو دائما للتراكينج الجديد, عندما تستعمل التراكينج الجديد فيتغير ياخذ هذه المعلومات. وعندما تريد ان تغير في التراكينج اللي عملت له سيليكشن تعمل هنا في النافذة هناك التراكينج سيتنج كما ترى نفس الشيء بيرسبكتيف كما قلت لكم الافاين, وتستطيع ان تغيره هنا. بس هذه عندها علاقه مع التراكينج اللي انت تعمل سيليكشن, فبالتالي خذ بالك يعني مش نفس الشيء. نعمل كذلك تريت لهذا التراكينج كذلك نفس الشيء. في هذا الفوق عندك شو اسمه دوب شيت, ترى الكيس والفريم اللي يكون عندك هذا الفيو بورت طبيعه الحال. ثم بعدين بالتحت عندك الجراف اللي يحتاجه, حنرى الايرور. وكما قلت النافذه هذه هي تستطيع ان تغلقها وتفتحها بالان فيها الفوتاج, يعني التغيير في الكورو سبيس وما بعرف يعني كثير من الاشياء. تستعمل يعني البروكسي اذا كان الفيديو تاعك ثقيل جدا, مثلا تكون عندك يكسر او شيء متقابل فتغيره الى شيء يعني يكون سريع. بس مش مهم, هذا مهم للباك جراوند ايمج اللي احنا نستعملها بعدين عندما ينتهي من الحساب. طيب نبقى في التراك, نفتح النافذه ونختار اي شيء, يعني يمكن كونتراستي شيء مثل هذا. فطرف النافذه دائما تختار يعني شيء يعني في بين زي باتن حتى يستطيع ان يعمل له تراكينج. احنا الان مش في الفريم رقم واحد, تستطيع ان تبدا يعني الحسابات من اي مكان انت تريده باستعمال الباك يعني الى التراكينج الى الامام تراكينج الى الوراء, فهذا ما يهم يعني وين تحطه. فاذا كانت ترى ان عندما وضعت التراكينج وهو وضع لي هنا وضع لي كي فريم, تستطيع ان يعني تحذفها بضغط على هذا الزي, يعني بيحذفها هنا يحدثها مثلا او اللي بعدها, فيقول لك يعني مثلا نريد ان نحذفها الان, يعني حذفت كل كي فريم ارجع للوراء رقم واحد وبعدين اضع التراكينج بتاعي. قلنا مثلا في هذا المجال خلينا نعمل الكورنر من قبل. نعم نحاول, يعني هناك كثير من موشن بلوس شوي صعب. بعدين التراكينج باستعمال كنترول تي او تضغط على هذا الزي فيعمل لك تراكينج, وخذ بالك هنا اذا كان يتحرك او لا. مجال اخر كذلك عندما تضغط ال فيخليك الفيو بلوك حتى ترى اذا كان فيه يعني يتحرك ولا يعني الايمج كلها بتحرك بس المكان لا, حتى يعني يستطيع ان عينه كيف شوف المجال وعمل حتى 340. فهذا خلاص رقم واحد الجراف تاعه جميل. ايش نعمل لوك فهمت كيف لوك تراك فهمت كيف. نستخرج شيء اخر مكان اخر مثلا هنا مثلا
خلينا نعمل الريجن كبيرة ثم أنا لست في الرقم واحد وأعمل لي هنا كي، بستطيع أن أعمل الباكورد، يعمل لي الباكورد ثم أرجع إلى المكان اللي كنت فيه أنا قبل ما يعني ينغلق، ثم نذهب إلى فورورد. الآن يذهب إلى الأمام، انظر إلى هنا عندي باترن جميل جدا ما يتغير، عندي اثنين من النقاط. الحكاية أنك دائما لازم تستعمل في المكان اللي أنت تريد أن تعمل، دائما لازم يكون عنده يصاحبه تراكينج. يعني إذا عمل تراكينج هنا لازم يكون عندك واحد أمامه، يعني فهمت كيف؟ نعم هكذا. إذا نحن في ال طبعا عندي هكذا بتختار يعني بعدين الأماكن اللي أنت تظن أنها يعني مثلا عندها بعض الكونتراست مثلا هنا، ويكون موجود شكل من الباتيان حتى يستطيع أن يرى، ثم بعدين هذا تكبرها وتصغرها حسب يعني خلينا نشوف يعني إذا كان يعمل لي مشكلة. طيب عندما لا يعني ما يحصل ينغلق يعني فجأة، يعني هذا لأنه يعني ما وجد ترجع الوراء يعني. وهذا انتبه هنا إلى الشيت أريا، وعندما يقيس يعني الشيت أريا يعني يحبس أوتوماتيك، فلازم يعني نكبره شوية ثم بعدين نقول له ستارت يحبس كذلك لأنه على الحافة. نرجع للوراء بالكورسو ثم بعدين نعمل له شويه من كم بعدين اوتوماتي، وبالاحرى استطيع ان يعني استعمل الالت وال ال شو اسمه السهم الامام في الكيبورد، بعدين يعني يمشي فريم لما ترى انه ذهب تغير في مثلا في تعطي له يعني شكل اخر. ما بعدين خلينا نشوف ايمج بس بعدين هنصغره شويه حتى يعني هون يعني انا شفت في بعض الاحيان تصغر ما مشيت معي. نشوف نعم اذا كان يعني بدا يخرج لبرا مثلا كيف يعني صعب لهم، تستطيع ان تغير هنا قلت لكم تستطيع ان تغير من البيرسبكتيف مثلا اللوكيشن، تعطي له يعني شوف اذا كان يحدث اي شيء. ما حدث اي شيء، خلينا نبدل الى فاين كثير من ثم بعدين خلينا نعمل تيست ما مشت معي، نظن أنه لازم تصغرها شوية. نعم المهم وخرج مننا نستطيع يعني نعمل ستوب نقول له لوك، ثم بعدين هو عندنا تشك جميل خلاص. وهكذا تختار أماكن اللي أنت كما قلت لكم شوية من الأمام شوية في الوسط وشوية في الأخير. تستطيع مثلا هذا البوينت هذا سهل جدا لأنه وأنا بختار مثلاً لوكيشن لأنه لوكيشن سريع جداً. ترى لوكيشن ترى هنا ما تغير يعني كيف يعني في مشكلة نعمله. الآن إذا نظرت إلى الدوبشيت وترى الشكل الأحمر، ثم بعدين لازم يذهب من الأحمر إلى الأصفر ثم يرجع إلى الرمادي، ويعني وإذا كان رمادي يعني يكون يعني التراكينج بتاعك يكون يعني استطيع أن تعمل سولفينج كيف حسب الكولور اللي موجودة في الدوبشيت هنا حتى تعرف إذا كان فيه يعني يكفيك أو لا يكفيك. الآن إحنا في الأحمر يعني ما يكفي السولفينج، لازم نعمله كذلك. بخير أن نعمل هذه لأنها شوية سهلة هذه كذلك. نعم سهلة ترى أنها سريعة جدا لأن عمل إلى اللوكيشن وأنا يكفينا يعني إيش هذا اثنين. نعم هذا ما عملت له تراكينج وعملت له لوك، خلينا نشوف أستطيع أن نغير هنا وبعدين نعمل له
تراك ما فيه مشكلة. ملو لوك نختار شيء آخر مثلا هذا. أنا أعمل هذا يمكن ما فيه مشكلة. يمكن أنا في الفريم رقم 5 أرجع إلى الوراء ثم بعدين أبدأ الأمام. طلع أنه سريع جدا مشكلة. ما فيه مشكلة. كنت أريد أوريكم الخط الأحمر والأصفر وال... خلينا نختار شيء أخرى كذلك مثلا. نشوف مثلا هذه أو هذه كذلك. نستطيع أن للوراء ثم نمشي للأمام شوية وبعدين نعمل كنترول تي. طيب إذا كان فيه يعني شيفت في البرسبكتيف طيب نغير مكان تاعه. أنا تغيرت ال شوف ما بنخليه كمراني. نعم خليه كمرا. طب ترى الآن بدأ الخط الأخضر كما ترون الآن. ترى الآن بالأخضر. نريد أن نحذف كل أحمر هذا. يعني إذا كان عندك يعني سيف يعني هو الأخضر. نحن نريد الرمادي. يأتي الرمادي إن شاء الله. شوف يعني خلينا نعمل ما بعرف مثلا المكان هذا. نختار هذا صعب جدا هذا. خلينا نختار هذه الزاوية هذه. شوف إذا كان كنت أريد لكم أشياء يعني عندما ينتهي ترجع للوراء كما قلت لك ثم انظر إلى المشكلة. يعني المشكلة أنه على الحافة فستطيع أن تصغر شوية الحكاية ثم بعدين تقول له تحاول أن ترجعها بعدين يكفيني هذا ثم بعدين من هنا سأرجع إلى الوراء بلاي بيك وشوف إذا كان يعني تغير وما تغير ما في مشكلة. بعض الشيء بس هذا البرسبكتيف اللي هو غيره. خلينا نغلقه. كما ترى الأخضر بدأ يأخذ مكان أكثر لأن عندي أكثر من 8 الآن. وخلينا نشوف شيء آخر كذلك مثلا هذا. كذلك نرجع إلى الوراء ثم بعدين الأمام ونعمل له لي خرج. ليش خرج؟ لأن المشكلة راهي كما قلت لك بعض الأحيان تستعمل البرسبكتيف في بعض الأحيان يعني حتى ترى ال نعم ترى أنه ما يعني غير المكان يعني غير صحيح. ترى أن أوب لأن التفاك غير صحيح. نعمل اختار شيء آخر. في بعض الأحيان أشياء صغيرة جدا مثلا هذه النقطة الصغيرة هذه. هذه النقطة الصغيرة يمكن يستطيع أن يعملها. ترى النقطة الصغيرة هذه يعملها تراكينج بس صعب جدا صعب جدا لأنها لا تراها. خلينا نبحث على شيء آخر. أنا بحتاج الجراوند إنه بعدين هذه. خلينا نشوف إذا كان يستطيع. انتهت. ماشي ماشي ماشي. خلينا نصغرها شوية بعدين يمشي كذلك. هو على الحافة. على الحافة يعني خلينا نعمل هكذا على الحافة. نعم مو على الحافة. يكفي يكفي هنا. هيخرج على كل حال. نرجع إلى الوراء ونعمل له تراك باكورد يعني للوراء. الوراء ما مشى معي. خلينا نختار برسبكتيف ونحاول. طبعا أنا بالبرسبكتيف مشى معي شوية. كيف يعني مشى شوية. هنا الموشن بلور يعني فقده يعني ما استطيع يشوفه خلاص. أنا فقدوا كثير من الموشن بلو. المشكلة أنه فقدوا كله. معلش لا نحتاجه. نختار شيء آخر. على كل حال فهمت الحكاية. أنا عندما
لازم تكون عندما ينتهي من أخطر يعطيك رمادي وبالتالي تستطيع أن تعمل سولفينج. تختار أماكن أخرى كذلك لعمدها مثلا هذا المكان هذا هنا نشوف إذا كان يستطيع أن يعمله. مشى معي حتى الأخير أظن أن الأخير لأن التراكينج يعني هنا صغروا شوية وبعدين نعمل له بلاي صغروا شوية كذلك صغروا شوية نعمل له بلاي وهكذا نشوف إذا كان يعني لا هو ما يتحرك كثير يعني بدل مسار بتاعه عندما يبدل المسار بتاعه حيعمل لك مشاكل. يعني تاخذ وقتك وتبحث على البوينت اللي يكون اسهل عندما مثلا هنا ترى ان الشيفت هنا هو عندما حدث الشيفت هنا نعم تستطيع ان تعطي له مكان اكثر او تغير في ال نشوف اذا كان خلاص يعني عمل خير من اللي كان. نرجع الى الوراء وبعدين نعمل له تراك باكورد. ما حب يمشي معي باكورد نعم هذا تراك نشوف بعدين اذا كان تحرك ولا لا نقول له معلش تراكينج. يعني بعدين لازم تبحث على أماكن اللي أنت تحتاجها تظن أنها هنا ضيع الموشن بلور. هذا الموشن بلور هو اللي يعمل لك مشاكل نعم يعني خلاص نعمل له كلوز. طبعا أنا ما عندي أحمر الآن تستطيع أن تقول له نذهب إلى السولف نعمل له فوكال لينكت سولف كاميرا راح نشوف يعطيني السولفينج ايرور راح نشوف شحال كم يعطيني. اعطاني السولفينج ايرور ب 0.21 يعني قوي جدا فهمت كيف؟ يعني الكاميرا هنا البوينت اللي انا اعطيت لهم قوي جدا لهذا اعطاني السولف بتاع 2. ترى هنا في الجراف ان الخط الازرق هذا هو الكاميرا ترى انه غير يعني يمشي بشكل ما في مشاكل يعني. وبعدين اذا تريد ان ترى الايرور بتاع التراكينج اذا ذهبت الى الديسبلاي وعملت له شو انفو هنا بيقول لك شحال افيرج 0.09 هذا عنده تراكينج ايرور 0.14 وهكذا هم موجودين هنا. اكبر واحد فيهم هو هذا اللي عملته انا هنا بيقول لك 0.4. طيب تستطيع ان تذهب الى الويت نقص له شويه بتقول له الاشتراك بيكون قليل جدا ثم بعدين انظر الى 0.21 نعمل الان سولف كاميرا موشن لان نقصنا من فالان اعطاني 0.16 اللي هو جميل جدا يعني فهمت كيف؟ يعني بس لازم يعني ما يكفينا يعني التراكينج اللي انا عملته هنا بحتاج تراكينج على الارض تاخذ مثلا هذا بتقول له خلينا نعمل سيت باك جراوند وناخذ كاميرا ثم ناخذ هذا از سيت اوريجين ثم الفلور ما عندي الفلور بس استطيع تعمل كي فريم اذا كنت تريد فلور نريد نحتاج الى فلور ونعمل له مثلا نحتاج غير شويه يعني ما في نقف نحتاج الى شويه ديليت فريم اللي قبلها نعم نعمل له باكورد نعم عندي تراكينج 1 2 بحتاج الى 3 نعمل مثلا هذا او هذا او هذا نعم نشوف اذا كان هذا يمشي ولا لا نعم صعب جدا بحتاج الفلو اوكي نرجع لورا ونعمل له بلاي صعب جدا خلينا نختار شيء اخر نريد شيء على الارض
عندي واحد اثنين بحتاج الى ثالث. عندي ثلاثة واحد. خلينا نعمل هذا حسبته نعم لازم نحسب صوف كاميرا فيعطيني 0.19. الان بختار واحد اثنين ثلاثة وبقول له set flow. الان بيعمل لي set flow. set as background set tracking هذا اللي انا عملته. ثم هذا هو الاوريجين. خلاص. الان لو دخلت على الكاميرا خلينا نحذف البوكس هذا. ترى الجروند غير صحيح بس اخذتم علي الحكاية انك تستطيع لو set plane. نرجع الى اللاي اوت نعمل صفر خلينا نحذف هذه وبعدين اريد ان ارجع الى ال 3D كورسر ثم بعدين اريد select the كاميرا ثم بعدين اريد ان اغير شوية بتاع اريد ان نعم اريد هذا بيكون خط عمودي مثلا حتى عندما اقول له اعطيني بلان او شيء متقابل بتكون في الوسط. انت كيف شيء اخر كذلك قبل ما نستعمل هذه خلينا نرجع للموشن تراكنج نريد المشن حتى نقول له يعني السكيل بتاع السين مثلا نقول له الفرق بين هذا وهذا نقول له مثلا 2 مترين او شيء متقابل نقول له سيت سكيل بيعمل لي سكيلينج بتاع الكاميرا مثلا. ثم نرجع الى اللاي اوت نعم الكاميرا تستطيع ان ترجع الى الكاميرا هنا بتقول له اعطيني باك جراوند ايمج خليني نشوف هكذا. بعدين الان اذا عملنا بلان ترى الان موجود على الارض كيف استطيع ان اعملها سكيلينج كيف نعم موجود على الارض خلينا نعمل البلاي ترى التراكينج بتاعك قوي جدا لان هو 0.1 لاني عملته بيدي فهمت كيف يعني ما عملت يعني اوتوماتيك تراكينج ولهذا تكون يعني يكون قوي جدا فهمت كيف استطيع ان نعمل تيست بال بالرندر حتى نشوف اذا كان فيها البلين هذا عامله هو اوتوماتيك الشادو كاتشر وما عامله شادو كاتشر خلينا نحذف هذه لا احتاجها فورجراوند لا احتاجها طيب شادو كاتشر نرجع الى السايكل جي بي يو صحيح نعم صحيح كل شيء صحيح خلينا نعمل مثلا مونكي نعم هنا اريد ان اوضع هنا مثلا هنا على الارض حتى يكون هذه نعملها شويه سكيلينج حتى يعني نشوف اذا كان نعم يكفي طيب للباك جراوند خلينا نعمل على اجل اللايت نعمل انفيرمنت تكستشر وبقول له اعطيني ال انا ما عندي اتش دي ار اي هنا ولكن انا استطيع اقول له اعطيني واحده من الباك جراوند ايمج هذه اللي هي عباره عن خلينا نعمل مات بينت نفس الشيء حتى ما يعطيني لما نرجع الى الريندرينج حنشوف اذا كان فيه يعني بلين هذا عمله نعم عملوا الشادو كاتشر سمول شادد خلينا نشوف اذا كان الوينر وورد نعم شاد ريديتور نشوف الوورد اذا كان فيها لان نعم لازم مش هكذا هنا نعمل اوبن اريد الايمج هذه بتاع الباك جراوند بس اريدها نشوف اذا كان استطيع ان
احذف الترانسبيرنسي حتى اشوف يعني الايمج، لانه اريد ان اعمل لها روتيشن حتى تكون نفس المكان اللي تقريبا نفس المكان. كيف تقريبا هكذا هي نفس الايمج عملها، هي سلسة اتش دي ار بس معليش تكفينا. ثم بعدين ارجع الى ترانسبيرنسي نعمل له اوبجكت، نعطيه له بعض ال انا نشوف اذا كان نفس الكولور اللي بتاع هذه نشوف او نعم شو ميتاليك. خلينا نعمل اشياء روفنس الان نريده على الارض حتى نشوف الجهه هذه. نعمل سب ديفيجن شوية ثم بعدين نعم الآن عندي المشكلة بتاع الدين نويزر في ال ما بوري لا أريد الدين نويزر في ال فيو بور ولا في الرندرينج هكذا. كما قلت لك تستطيع أن توضعه على الأرض وكأنه موجود في نفس المكان. والآن ترى الآن التراكنج بتاعي قوي جدا كما ترى الان، لو كان اي في ترى يعني ريل لايف بس يعني ما في حتى مشكله، الكولور تكون صحيحه كل شيء. استطيع ان تعمل خلينا نشوف اذا كان رحنا الاحرى من هنا نعمل مثلا نشوفه ممكن بدون موجودين هنا. استطيع ان تغير شوية الاماكن يعني على كل حال اخذت الفكرة يعني على الروندنج. ترى باكثر من موتو تراكنج اقل من شحال عندي 9 او شيء من قبل، فكان عندي سولفر قوي جدا لان عملته بيدي. هذه التوتوريال اللي كنت اريد اعمله. حياكم الله شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.